أديب للخياطة الرجالية لأول مرة يسوون مثل هالعروض، ولكن مدتها 5 أيام فقط لا غير في فرعين. هذا فرعهم الموجود في حي اليرموك على شارع النجاح قبل تقاطع شارع أبي جعفر المنصور مقابل محطة لتر مباشرة. إذا ما عرفت الموقع اكتفي جوجل ماب، أديب للخياطة الرجالية اليرموك، أو ارفع الشاشة بيوصلك هنا مباشرة. أيضا فرعهم الموجود في حي النهضة على شارع الأمير بندر ابن عبد العزيز. الأسعار، التفاصيل، العروض في السنابات الجاية. أبدأ بالعروض مباشرة، الله يسلمكم. هنا العرض الأول على الأقمشة الكورية زي ما نلاحظ ونشوف، أو الاندونيسية سواء السكري الأبيض طايح نص وقفة ربع وقفة واقف. يا جماعة الثوب عندهم قبل 170 ريال على الأقمشة الكورية والاندونيسية، الآن الثوب ب 114 ريال شامل التفصيل، القماش، الضريبة. أنا أشوف أن السعر جدا ممتاز، لو تحسبها بدون ضريبة طلع الثوب ب 99 ريال فقط. العروض لمدة 5 أيام إلى يوم الخميس في الفرعين، في هالفرع فرع اليرموك أو فرع حي هنا العرض الثاني على الأقمشة اليابانية زي ما نلاحظ ونشوف، الصناعة فيها السكري والأبيض، سعر الثوب عندهم قبل 250 ريال لمدة 5 أيام ب 168 ريال شامل التفصيل، القماش، الضريبة. الثوب كامل ب 168 ريال على الأقمشة اليابانية. أنا أشوف أن العرض سواء الأول أو الثاني عرض جدا ممتاز، بعد 5 أيام ترجع الأسعار الطبيعية، هنا 170 وحاليا 114، وهنا 250 وحاليا 168 ريال على الأقمشة اليابانية. إذا أنت محتاج ثياب للعيد، ثياب صيفية، أنا أشوف أن العرض ممتاز، مدة 5 أيام ويوافق أيضا أيام الرواتب. شغل موترك، اكتفي جوجل ماب، أديب الخياطة الرجالية اليرموك أو النهضة أقرب فرع لك، واستفيد من العرض. الله يوفقنا وإياكم. أيضا زي ما ذكرت هذا العرض أول مرة يسوونه. طبعا أديب الخياطة الرجالية عندهم ضمان على الحشوات، إذا صار مشكلة في الحشوة خلال سنة يغيرونها لك مجانا. أي مشكلة في الحشوة، طبعا الحشوات عندهم يابانية، فإذا صارت مشكلة عندك تقدر ترجعها لهم خلال سنة ويغيرونها لك مجانا. طبعا جميع المقاسات عندهم كمبيوتر، تسجل بالكمبيوتر. أيضا إذا خلص الثوب تجيك رسالة نصية مباشرة، ثوبك جاهز للإستلام. هنا أيضا المقاسات، لو ترجع بعد 6 شهور بعد سنة تلقى المقاسات محفوظة. أيضا التفاصيل، لو صار عندك زيادة في الوزن أو شيء يصير فيه تعديلات. أيضا هنا ما شاء الله تبارك الله عندهم غرفة للقياس، تقدر تجرب الثوب بعد التفصيل. في السنابتين القادمة سنابة ثابتة فيها فرع اليرموك، بمجرد ترفع الشاشة يوصلك هنا. السنابة اللي بعدها فرع النهضة شارع الأمير بندر بن عبد العزيز، بمجرد أيضا ترفع الشاشة بيوصلك لفرع النهضة.